طيب ما شاء الله، الدنيا حلوة جدا جدا جدا. طيب واضح يا حمل، الناس اللي قالوا لي صح جدا، اللي شاكين في علاقة ثلاثية أو إن شريكهم بيخونهم، أنت تسرعت يا حمل، الموضوع مش كده. ولو كان حصل بالفعل فهي ملهاش علاقة بالمفهوم اللي اعتبرها هفوة، غلطة، يعني أنت اللي في القلب، فاهمين قصدي؟ ممكن تكون غلطة حصلت لكن ما هيش علاقة، يعني علاقة لا، هي ما وصلتش للمرحلة دي، ممكن تكون هفوة. لأني شايفة الطاقة كويسة جدا، الطاقة أسرة سعيدة، الناس اللي لسه ما ارتبطوش دي الطاقة ما بينهم ان هم عايزين يبنوا عيلة جديدة. الشريك شايفك ازاي، بتطلق احكام، قاعد وبتطلق احكام، يعني بالراحة عليه شوية يا حمل، لأن واضح إن أنت تسرعت فعلا، أتمنى يكون كده. أنت شايفه إزاي؟ أنت شايفه حبيب، رجوع شخص حبيب، يعني بتحبه، شخص عزيز عليك جدا، شخص قريب لقلبك. الطاقة حلوة، اللي بيحصل دلوقتي فرص جديدة، هنبتدي فرص جديدة، لعلي أكون سبب إنه السوء التفاهم او الفهم الغلط اللي حصل عندكم ده نبتدي نصلحه. دي فرص جديده دلوقتي، هنبتدي ندي فرص ان شاء الله لبعض، وهتستغلوها كويس. وبصوا خبر حلو ازاي، اسمعوا خبر حلو، وفي شمس بتطلع، نجاح، العلاقه باذن الله ناجحه وفيها سعاده وفيها امان وحاجه بسم الله ما شاء الله كويسه جدا. فهنعتبر لو كان حصل خطأ من شريكك يا حمد انها هفوه، يعني عديها عديها، مش مقصود بيها خيانه، ومش مقصود بيها انه يبعد عنك خالص، لا. الشريك بيحبك 100% 100%. طيب تعالوا نشوف. اوكي، تعالوا نشوف المجموعة التانية. وولاء، بليز حبيبتي اختار لنا بقى بنوتة النهاردة للقراءة الخاصة المجانية. بصي يا منة، ممكن تكون علاقة قديمة بس هي مشاعر جديدة بتحسوها البعض، ممكن تكون قديمة، احتمال. ميرسي يا سحر، قوي قوي، تسلمي لي يا روحي، بإذن الله. ميك اب ارتست زوزو، كلامك صح قوي، بشكرك يا ام خالد. حاج محمد تسلمي لي، بشكرك باذن الله باذن الله حبيبتي، كل الخير ان شاء الله ليكم. سنجل ساره، لو انت سنجل انا شايفه في علاقه جديده للحمل الشهر ده، في شخص هيظهر ان شاء الله، او يعني في الفتره اللي جايه دي. تمام، بشكرك جدا يا وائل، شكرا شكرا يا سامي، يا ربنا يخليكي، روعة، ايه الكلام الحلو ده، تسلميلي. طيب يلا نشوف بقى المجموعة التانية. بسم الله الرحمن الرحيم. عندك حيرة جامدة يا حمل، حيرة من حاجتين، في حاجتين محيرينك، مش حاجة واحدة، حاجتين. جميل جميل جدا. طيب the star، the star النجم، هي طاقة إيجابية كويسة، عندك طاقة إيجابية معقولة جدا، معقولة جدا، مش بطلة خالص. فيها لسه عندك حيرة شوية، يعني انت محتار، مش عارف تقف فين، يعني مش عارف تعمل ايه في نفسك. الحيرة دي تعبتك تعبتك، يعني تعبتك جسمانيا، حتى انهكتك، يعني ليه كده؟
لا عندك حيرة جامدة جدا. وممكن يكون حاجة تانية انه انت عمال تبذل مجهود في حاجة ومركز فيها جامد جدا جدا جدا، مديها كل طاقتك، انما مفيش مردود، يعني مش بتلاقي المردود زي ما انت متخيل او زي ما انت عايز. مش عارفة الموضوع ده عمليا يعني في حياتك العملية ولا في حياتك الأسرية ولا في حياتك العاطفية الحتة دي، لكن هي عاملة لك انهيار جامد في الحياة الشهر ده. يعني عندك انهيار برج، انهيار البرج ده انهيار لأسلوب أو انهيار لمعتقد لإحساس معين أنت عايش بيه بقالك فترة، هينهار، هيبتدي ينهار، يا اما هو ينهار لوحده يا اما انت اللي هتهده بايدك. يعني زي ما تقول انا حسيت ان انت بتقول ايه، محدش مقدر اللي انا بعمله ومحدش يعني حتى بيقول لي كلمة شكرا، طب انا مش هعمل حاجة خالص وهبطل تدي وهبطل تضحي وتبطل تعمل حاجات كتير من الحاجات دي. اهو ذا تاور، انهيار للشيء، زعلان أو زعلان متضايق مستني حد يرضيك، منغمس في ذاتك. يمكن لما الناس يبتدوا يعني يحاولوا ان هم يرضوك او يخففوا عنك، انا شايفة ان دي تفريغ شحنة بقى، انا مش عارفة دي خناقة بقى حاطة، يبقى فيها حالة غضب ومشاكل كده وزعيق وحاجات زي ما تقولوا. انا شايف ان دي حاله تفريغ، ان انت بتفرغ الطاقه اللي جواك او الكلام اللي انت كنت مستحمله فتره طويله، هتبتدي تطلعه في الوقت ده وعشان ترتاح. هتبتدي تمسك قياده بقى، هتمسك قياده الامور، ودي افتكر انت هتمسك قياده حياتك بقى، انت اللي هتمشي حياتك بقى. يعني هيبقى في تغيير، لا في واضح ان هيحصل تغيير عندك في الحياه، في نمط حياتك جدا، انت اللي هتاخد الكنترول. وشايفة قدامي حيرة من أمر ما، بس أفتكر الحيرة دي تخص الحالة المادية، أنت عايز تعتمد على نفسك ماديا. لو الناس اللي أنت متضايق منهم أو اللي حصلت المشاكل منهم دول، الناس دي أنت مرتبط بيهم ماديا أو حياتكم المادية مرتبطة ببعض، هتبتدي تبقى عايز تعتمد على نفسك ماديا علشان تبقى في غنى عنهم تماما. في هنا قدامي كمان Four of Wands، دي انا بقول ادي نفسك اجازه، دي اجازه انت هتطلع اجازه ان شاء الله، مش شرط ان احنا نسافر يعني نروح مكان، يعني زي ما انا عملت مثلا اديت لنفسي يوم الجمعه ده خلاص اجازه، اعمل فيه اللي انا عايزاه بقى، لا في شغل ولا في كلام ولا تليفونات، قفلت كل حاجه واجازه راحه ترتاح. كافئ نفسك بحاجه، اخرج مع صحابك او اخرجي مع صحابك، روح اشتري حاجه، كافئي نفسك، دي عملية احتفال وعملية إجازة. الناس اللي على وش خطوبة أو في مرحلة تعارف دلوقتي، شكل فيه خطوبة، الكارت ده كمان معناه خطوبة. بعدها في مغامرة بقى، في إحساس بالمغامرة. ده الاتنين بقى، للمرتبطين أو الغير مرتبطين. افتكر الاجازه اللي انت هتعملها دي هتهديك يا حمل، انت محتاج الموضوع ده، انت سموك حمل لانك انت حمول، بتفضل تستحمل وتستحمل تستحمل لحد ما بتجيب اخرك اهو، بتهد بقى الدنيا، تروح هادد المعبد خالص، بس ده من كتر ما انت متشبع بالديسابوينتمنت، يعني من كتر الزعل، يعني خلاص بقى لو ما لقيتش تقدير او ابريشيشن من الناحيه التانيه. زي ما قلت لكم الاجازه دي هترفع من روحك المعنويه جدا، كارت بقى الشمس تطلع، تبتدي بقى الروح المعنويه تعلى كده، وعايز تعمل حاجات وتتحرك وتسافر وتغامر، وهتستعيد التوازن بتاعك ان شاء الله. نفس القراءة تنطبق على الناس اللي هيحصل عندهم خطوبة، هيبقوا حاسين ان هم في حالة مغامرة وفي حالة سعادة والدنيا مستعاهم ان شاء الله. ربنا يتملكوا على الف خير. هنرخص قراءة المجموعة التانية بسرعة. الحمل في عنده حيرة شديدة جدا جدا، وحاسس ان هو
عمال مدي مجهود جامد جدا في حاجة مفيش منها رجا، مفيش منها تقدير، فتعب جدا. الموضوع أثر عليه حتى جسمانيا، محتاج راحة. وبليز ارتاحوا يا حمل شوية، حاولوا تناموا شوية. هيقرر انهيار تقريبا، حاسة ان الانهيار ده انت اللي بتهده بإيدك يا حمل. هتهد حاجة كانت قايمة لفترة طويلة جدا، معاملتك مع الناس أو أسلوبك معاهم، ويعني نمط حياتك هتبتدي هتهده وتبني مكانه حاجة تانية خالص. زعلان ومنغمس في ذاتك، أفتكر هيبتدي الناس يقربوا منك ويحاولوا يعني يصلحوك أو يفهموا مالك. أنت هيبقى ردك عنيف جدا، وهيبقى فيه خناقات ومشاكل كتير قوي قوي، بس هتطلع لجواك. هتبتدي تمسك أنت قيادة العربة. هتحتار شوية بين اختيارين شبه بعض شوية، بس الموضوع ده يخص الحالة المادية عندك، عشان انت هتبقى عايز تاخد خطوات نحو ان انت تعتمد على نفسك ماديا. في خطوبة شايفاها للناس اللي في مرحلة تعارف دلوقتي، بإذن الله ربنا يتمملكوا على خير. بعدها في مرحلة يعني تفاؤل ومغامرة، إحساس حلو جدا. بالنسبة للناس اللي مش مقبلين على الموضوع ده، انت هتاخد أجازة وانت تستحقها. خد اجازه شويه، بريك ان شاء الله يوم واحد، افصل فيه عن الشغل وافصل فيه عن الناس وعن حتى عن الصحاب لو بتحب. بس اللي بيحب يقضي وقته مع صحابه والموضوع ده بيريحه نفسيا.